للدبكة الشعبية وفرقة نبع التراث المقدسية، ونتابع آخر فقرات مشوارنا لهذا اليوم من صباح الخير يا قدس، تفضلوا. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. التاريخ والتراث والثقافة الفلسطينية تنقلها بطريقتها الخاصة الفنانة المقدسية نيفين الصاوي بصوتها المميز، و منقولها صباح الخير نيفين، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، صباح النور، صباح الخير يا قدس، صباح الأسرة والحرية، صباح الخير لإخواننا في الشتات، وبحب أحكي لكم من أرض القدس، بنصبح عليكم كمان من فرقة أصايل، وبنقول لكم أريد الحبيبي ترابها غالي، بتضل طول العمر في بالي، من نابلس للقدس لبرزيت، من النصرة من الكرميل العالي. أرض الحبيبي ترابها غالي، بتضل طول العمر في بالي، من نابلس للقدس لبرزيت، من النصرة من الكرميل العالي، من النصرة من الكرميل العالي، من بلادنا من كل بيت وبيت، من كل شجرة العز ودوالي، من كل عرس بساحت وغنيت، عجوان بوصطفات رجالي، عجوان بوصطفات رجالي. يسلم تمك نيفين، وطبعا يعني هي مقدمه او اغنيه جميله انه يسمعها المواطنين والمقدسين هون في الصبح. طبعا حابين لو تطلعينا على اهم اعمالك او اهم اعمال الاخيره لفرقه اصايل. طبعا اخر شيء احنا كان عندنا جوله سفر بال 2012 حافله، خلينا نذكر اهمها. اخر جولاتنا كانت انه كان عندنا دعوه من سفاراتنا الفلسطينيه في عده دول متنوعه، كان اهمها في دوله تشيلي، انه قمنا هناك بعرض بالبرلمان التشيلي هناك اللي كان له اهميه في انها تشيلي تصوت لفلسطين في على دوله شبه مراقب في الامم المتحده. عدد كمان في هناك عملنا عده عروض في نفس دوله تشيلي وبلديفيا. بعدين داوم سفرتنا في البحرين، في قمنا باحياء يوم اعلان الدوله وذكرى ابو عمار. عدا عن انه كان عندنا اخر حفل اللي هو اهم شيء، اللي هو كان في دوله تركيا بدعوه من سفارتنا ومن حكومتنا في الحكومه التركيه في تركيا، لنشكر دوله تركيا على تصويتها وموقفها النبيل تجاه الشعب الفلسطيني. وكان حضور مميز في تركيا، من اهمه انه حضور سياده رئيس الوزراء والرئيس التركي حضر بنفسه على مازن والسيد طيب اردوغان وعده وزراء عرب وسفراء قاموا بحضر هذا الحفل. وكمان استقبلنا الرئيس في مدينه رام الله بالمقاطعه، وكان هناك برضه عرض مميز. نيفين، كيف ممكن توصلي هاي الرساله عبر التراث الفلسطيني، التاريخ الفلسطيني، الثقافه الفلسطينيه، عن طريق الاغاني اللي بتغنيها سواء بشكل فردي او عن طريق وبمشاركه فرقه اصايل، كيف ممكن توجهيها لخدمه الوطن ولخدمه القضيه الفلسطينيه وتوصيل صوتنا لاكبر عدد ممكن؟ طبعا التراث الفلسطيني، اي 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 حد ما عنده التراث بيكون ما له تاريخ، التراث بيحكي عن تاريخنا، بيحكي عن اجدادنا، بيحكي عن قضيتنا الفلسطينيه. احنا من خلال جولاتنا بفرقه اصايل لما احنا بنسافر
وبنقدم رقصاتنا واغانينا احنا من خلال الاغنيه والرقصه، احنا بنحكي شو هو الشعب الفلسطيني، ايش هي حياه الشعب الفلسطيني من خلال الحلال يا مالي. احنا بنعكس الزرع والحصيده، لما بنغني اغنيه وطنيه بنحكي عن وضع فلسطين، بنحكي عن ايام النكبه، كيف كانوا زمان اهالينا، ننقل التاريخ كيف هلا طبعا. فالتراث هو يعني قضيه مهمه جدا في نشر الثقافه العربيه الفلسطينيه، واحنا بنعد حالنا بننشر من خلال ثقافتنا احنا بننشر قضيتنا الفلسطينيه، وكان لها دور كبير وواضح من خلال اعمالنا بال 2012 كيف كانوا الدول يتعاملوا معنا وقديش جابت لنا مواقف من الدول اللي احنا رحنا عليها. طبعا هي ربما فكره مميزه انه كيف احنا بنحاول نستجلب الدعم لقضيتنا الفلسطينيه، ليس فقط عباره من خلال المؤتمرات والندوات، وانما نعم. ايضا بالاعمال التراثيه والثقافيه، نعم. وهذا انعكس في جولاتكم الفنيه في تركيا وحول العالم. الفنانه المقدسيه نيفين الصاوي من فرقه اصايل، شكرا جزيلا لك. وطبعا نكون هنا قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الخير يا قدس، شكرا لكم لحسن المتابعة. شكرا لجميع ضيوفنا اللي أجونا اليوم وأفادونا بالمعلومات، شكرا لكل من ساهم بإنجاح هذه الحلقة لهذا اليوم. أخص بالشكر الزميلة منى حسن على الصور اللي بدتنا بخصوص قضية بيت صفافة وشارع رقم 4 وجميع العاملين في مكتب رام الله أو مكتب القدس. تحياتي مني أنا مي أبو عصب وزميلي بشار صغير، وتحيات المنتج نادر بيبرس والمخرج إبراهيم إقليب، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.